السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم النهاردة عن الكار كاونتنج أند تراكنج باستخدام اليولو في 5 أو الألترا ليتكس يولو. ده الفيديو اللي إحنا هنشتغل عليه. الكود تقريبا هو نفس الكود اللي إحنا استخدمناه في الباركينج مانجمنت وفي البيبول كاونتنج أند تراكنج. الكود بس هيكون فيه اختلاف بسيط جدا، يعني إحنا بنحاول نحل أمثلة متنوعة قبل كده في الكار في البيبل كاونتنج وفي الباركينج مانجمنت. كنا بنشتغل على ريجن اوف انترست واحدة فقط، إنما احنا هنا عايزين نحدد تو ريجن اوف انترست. يعني مثلا همسك الطريق ده كده اللي هو مكون من حارتين، هعمل مثلا هنا ريجن اوف انترست في المكان ده تحديدا، واشوف عدد الكارز اللي هيعدي من هنا، وكمان هنحدد ريجن اوف انترست وليكن هناخد الحارة الثانية دي من هنا كده. طبعا عايز تحدد الطريق كله اوكي، انما احنا هنا نشتغل على حاره واحده من الناحيه دي وحاره واحده من الناحيه دي، تمام؟ فهنحدد برضو ريجن اوف انترست من هنا، وبعد كده بعمل ديتكشن طبعا باستخدام اليولو في 5. هنستخدم الكلاس اللي هو الخاص بالكارز فقط، وبعد كده اخد مثلا اي كوردينيتس من الباوندنج بوكس اللي بيكون على الكار، وليكن البوتوم رايت اللي هي النقطه اللي بتكون اقصر يمين تحت في الريكتانجل نفسه، وهعمل تشيك على البوينت دي واشوفها هل هي موجوده داخل الريجن اوف انترست ولا لا. لو موجوده يبقى هزود الكاونتنج بتاعي 1، مش موجوده يبقى مفيش حاجه هتزيد. نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في التو بروجكتس اللي فاتوا، وهو هو نفس الكود، ولكن جاب البروجكت ده ليه؟ عشان نشوف ازاي ان احنا نعمل اكتر من ريجن اوف انترست، وكل ريجن اوف انترست هيكون ليها الكاونتنج الخاص بيها. بس دي الفكرة. تعالى بقى ندخل في الكود. الكود يا جماعة وهو نفسه الكود اللي احنا شرحناه في التو بروجيكتس، مفيش فيه أي تغيير غير جاست بس إن احنا هنا هنحدد ده. طبعا هنا جبنا اللايبراريز، خلينا نقول كده سريعا، هنا بنجيب اليولو في 5 ده الفيديو، هنا التراكر اللي هنستخدمه عشان تعمل لي تدي اي دي لكل كار موجود عندي، هنا الماوس كول باكس عشان نجيب الكوردينيتس، ومن خلال الكوردينيتس دي اللي بنجيبها عن طريق الماوس بنرسم الريجن اوف انترست بتاعتنا عن طريق البولي لاين. الفكرة هنا بقى ان انت لما بترن الكود وبتحط الماوس على اي مكان في الفريم بيظهر لك الكوردينيتس عن طريق الماوس كول باكس. بناخد بقى الكوردينيتس دي ونحط هنا، هيكون عندنا الاريا الاولى زي ما احنا تعودنا نعمل في التو فيديوز اللي فاتوا. هنا بقى هنزود اريا كمان اللي هي هتكون على الطريق من الناحية التانية. خليني ارن الكود عشان تفهم معايا الفكرة. يعني ده الشكل بتاع الاول بتاعه. طبعا بنعمل تراكنج على كل كار معديه، بنديها اي دي، وعندنا تو ريجن اوف انترست. ادي ريجن اوف انترست اللي هي باللون الاصفر اللي هنا دي، وهقول لك هي ليه معموله في المكان ده بالتحديد، وادي ريجن اوف انترست اهي تانيه اللي هي باللون الاخضر. فالفكره هنا ان احنا عملنا ديتكشن اللي هو باللون الباربل اللي قدامنا ده، وجيت رسمت سيركل في البوتوم رايت اللي هي السيركل اللي باللون الاخضر. لو انت واخد بالك هتلاقي كل باوندنج بوكس فيه لون اخضر تحت على اليمين اهو. فلو انت واخد بالك يعني لو عملت فريزنج للفريم دلوقتي حالا اهو، هتلاقي ان الكار اللي هي الاي دي بتاعها واخد الاي دي بتاعها 16، هتلاقي البوتوم رايت السيركل اللي هي باللون الاخضر دي اللي مرسومه هتلاقيها موجوده داخل الريجن اوف انترست. فاحنا هننادي بقى على الفانكشن اللي احنا كنا بنستخدمها دايما اللي اسمها بوينت بولوجن تيست، اللي انا بديها بوينت وبتعمل تشيك على البوينت دي تشوفها هل هي موجوده داخل الاوريجن اوف انترست ولا لا. لو موجوده بيريتيرن 1، مش موجوده بيريتيرن ماينس 1. فدي الريزلت الخاصه بالاوريجن اوف انترست اللي هي كانت باللون الاخضر اللي هي اول واحده اللي على الشمال. واحنا بنعمل تشيك على الريزلت دي، لو هي كانت اكبر من الزيرو يبقى في الحاله دي تزود على الست اللي احنا فتحناها هنا. هنا فاتحين تو سيتس، واحده لكل ريجن اوف انترست، دي سي سمول وسي كابيتال. هنا في السي سمول دي بنعمل بقى ابن او بنعمل اد، نبدا ان احنا نعمل اد للاي دي، الاي دي اللي هو ده، تمام؟ طبعا الكلام ده كله انا ما شرحتوش لان هو مشروح في التو فيديوز اللي فاتوا. فهنا برضو هنعمل تشيك على الريزلت دي، لو كانت اكبر من الصفر هنروح بقى في السيت اللي هي السي سمول، وهنعمل اد لي سوري سي كابيتال، وهنعمل اد لي الاي دي. فاحنا كده بنعمل ابند للاي دي بتاع اي كار بتعدي من الريجن اوف انترست. فانا لو جبت اللين بتاع السي سمول والسي كابيتال وخزنتهم في التو فاريبلز دول وعملت هنا بوت تكست نمبر اوف كارز ان ذا جرين ريجون از ايكوال تو سترينج الفاليو اللي هتجيلي من هنا، لان طبعا عباره عن نيوميريكال. وهنا بقى بنحدد بقيه التفاصيل دي اكيد كلنا عارفينها يعني. وهنا برضو نفس الكلام بالنسبه للريجن اوف انترست الثانيه، هنكتب الكلام دوت بالنسبه يعني لليولو ريجون،
وهنعمل هنا سترنج البي، تمام؟ دي الفكره بس، يعني هو الكود مشروع كله، وده طبعا السيركل اللي احنا رسمناها في البوتوم رايت بتاع الريكتانجل نفسه اللي هو بيكون على الكار، سي في 2 دوت سيركل، برسم السيركل على الفريم، وهنا طبعا البوكس اي دي اللي هي جايه من هنا اللي هي بتعمل فور لوب على التراكر، طبعا ده التراكر مديول اهو، بديله في فانكشن موجوده هنا داخل التراكر مديول، بديله البوينتس اللي هي بتجي لي الكوردينيتس بتاعت الكار يعني، تمام؟ وبعد كده بفضل اعمل لوب على كل الكوردينيتس دي، وباخد الاكس والواي والدبليو والاتش اللي هي الكوردينيتس بتاعت الباوندنج بوكس، وهنا الاي دي نفسه، تمام؟ وبعد كده بقى بناخد الاي دي اللي هو دوت، وبنعمل نبدا ان احنا نعمل له اساين في التو سيتس اللي احنا فتحناهم. وهنا طبعا السيركل لما جينا رسمناها حطينا ال W وال H اللي هي دي اللي هي تعتبر البوتوم رايت، يعني دول كده التوب ليفت ودول كده البوتوم رايت اللي هي السيركل اللي كانت مرسومه باللون الاخضر اللي شفناها. وهنا بنحدد الريديوس، او خليني اعمل شيفت انتر كده نفتكر مع بعض، هنا بالصوره، بعد كده السنتر، بعد كده الريديوس، بعد كده حددنا الكالر، وبعد كده بقول له سالب واحد، يعني السيركل دي هتكون فيلد من جوه باللون الاخضر. كل دي بيزكس وشرحناها قبل كده. خليني أراني الكود تاني. أعتقد كده الفكرة وصلت يا جماعة. عن طريق الفانكشن اللي اسمها بوينت بولوجن تيست بنعمل تشيك هنا مثلا في الريجون اللي هي باللون الأصفر دي، بعمل تشيك على السنتر، هي معمولة في المكان ده بالتحديد، الريجون دي معمولة في المكان ده بالتحديد، بحيث إن السيركل اللي مرسومة على الباوندنج بوكس اللي هي باللون الأخضر دي بتعدي في نفس المكان، فعشان كده عملنا ريجن اوف انترست هنا. فانا لو عملت فريزنج للفريم هنا اول ما هي يعني مثلا هنا كده، هي كده خلاص يعتبر عدت. فلو انت واخد بالك نمبر اوف كارز ان ذا يلو ريجن از 2، فاول ما السيركل الخضراء دي بتيجي داخل الريجن الصفراء بيزود الكاونتنج ب1. وطبعا احنا فاهمين الكود، لو انت شفت التو فيديوز اللي فاتت هتكون فاهمه يعني كله من غير اي مشكله، ولكن الفكره بس حبيت ان انا اوريكم ازاي ان احنا بنشتغل على تو ريجن اوف انترست مختلفين، وازاي ان احنا بنحسب الكاونتنج لكل واحده فيهم. تقدر انت بقى تاخد الكود هتلاقيه سايبه لك تحت في الديسكربشن وتغير فيه، ومثلا تزود الريجن اوف انترست بتاعتك لو انت عايز تعد الحاره اللي هنا، كل الحارتين اللي هنا كلهم تعمل مثلا. طبعا انت لما بتحط الماوس، لو انت واخد بالك انا جبت دي كده، بتحط الماوس هنا في اي مكان بيظهر لك الكوردينيتس هنا في الاوت بوت، تمام؟ فتقدر بقى ان انت تاخد الكوردينيتس دي وتيجي هنا مثلا في الاريا هنا بقى، وتغير الكوردينيتس دي على حسب ما انت عايز، وهي طبعا هي بتترسم عن طريق البولي لاينز، وتبدا بقى ان انت تعمل الكاونتنج بتاعك يعني، تمام؟ ده بالنسبه للكود بتاع النهارده. زي ما قلت كل الكود والداتا اللي انا استخدمتها سيبها لك في الديسكربشن تحت، واي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.